بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب ما جاء في الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الفتن، أي ما جاء في التحذير من الفتن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه حذر من الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويمتحنهم ليتبين الصادق، ليتبين المؤمن من المنافق، ويتبين الصادق من الكاذب. فلو ترك الناس بدون امتحان لما تميز هذا من هذا، ولصار الناس سواء، ولا يعرف من هو المؤمن ومن هو المنافق ومن هو الصادق ومن هو الكاذب. من حكمة الله جل وعلا أنه يجري الفتن لهذه الحكمة العظيمة. قال الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب فلا يتبين لنا أهل الإيمان من أهل النفاق، وأهل الصدق من أهل الكذب، إلا إذا جرت المحن والفتن، فإن المؤمنين الصادقين يثبتون عند الفتن، والمنافقون والكاذبون ينجرفون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والفتن على قسمين: فتن شبهات، وفتن شهوات. فتن الشبهات تكون في العقيدة والإيمان، كفتن الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة وغيرهم من الفرق، فإنهم إنما انحرفوا في عقائدهم بسبب الشبهات التي عرضت لهم، فانحرفت بهم عن دين الله إلى دين الضلال.
هذه فتن الشهوات الشبهات، كذلك عباد القبور الذين عبدوا غير الله إنما فعلوا هذا بسبب الشبهات، شبه لهم أن الأموات يضرون وينفعون وأنهم يتبرك بهم ويتوسل بهم، فعبدوهم من دون الله عز وجل بهذه الشبهة أنهم ينفعون ويضرون وأنهم عباد صالحون ولهم مكانة عند الله إلى آخر شبهاته. وأما فتنة الشهوات فهي أخف من فتنة الشبهات، تكون في المعاصي التي دون الشرك، كشهوة الزنا والسرقة، شرب الخمر، أكل الربا، هذه شهوات تشتهيها النفوس فتميل معها، فتكون فتنة، فتنة لها. وقد تكون الفتن بالمصائب، تكون الفتن بالمصائب، لأن الله يبتلي بعض عباده بالمصائب، هل يصبرون على المصائب ويرضون بقضاء الله وقدره، أو أنهم يجزعون ويتسخطون ويكرهون قضاء الله وقدره، كما قال تعالى: ولنبلونكم أي لنختبرنكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا موقف أهل الإيمان عند المصائب. وأما موقف ضعاف الإيمان عند المصائب فإنهم يجزعون، تسخطون، وتكون النياحة، ويكون ضرب الخدود وشق الجيوب والتحسر على المصائب. فهذا موقف الناس من المصائب. قد تكون الفتن في الأموال والأولاد، قال جل وعلا: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالأموال فتنة، هل صاحب المال يتقيد بأوامر الله ورسوله بكسب الحلال وترك الحرام، أو يحمله حب المال على المجازفة في المعاملات، دخول في الربا والقمار والميسر وما أشبه ذلك؟ فالأموال فتنة، ثم هي فتنة أيضا في تصريفها، فقد يصرفها في طاعة الله ويخرج منها ما أوجب الله ويتصدق منها وينفق في سبيل الله في طاعة الله، وقد ينفقها في معصية الله وفي سخط الله ويستعين بها على الفسوق وعلى المعاصي. فالأموال فتنة، الأولاد فتنة، هل يربيهم على طاعة الله ويخاف الله فيهم ويتق الله فيهم ويربيهم على الطاعة وعلى الخير ويصبر على ما يناله في سبيل ذلك، أو أنه يهملهم ويتركهم ولا يبالي بهم ويضيعهم؟
فينشؤون على الشر وعلى فهم فتنة، الأولاد فتنة وأمانة في أعناق آبائهم. كذلك الناس بعضهم لبعض فتنة، كما قال جل وعلا: جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالله يبتلي المؤمن بالمنافق، ويبتلي المسلم بالكافر، ويبتلي أولياءه بأعدائه. وما أرسلنا من قبلك من رسول، وكما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله جل وعلا يبتلي بعض الناس ببعض. وأيضا هل يقوم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله يبتلي المسلمين بالكفار من أجل أن يقوم سوق الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإطفاء الكفر. فالفتن كثيرة ومتنوعة، وكل سيناله منها ما يناله، فهل يخرج منها ولا يخرج؟ الخطر عظيم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، كما ستسمعون في الأحاديث التي يريدها الشيخ رحمه الله في هذا الباب. فعلى المسلم أن يعلم هذا وأن يثبت على دينه ويصبر، لا سيما في آخر الزمان، فإنها تكثر الفتن، تشتد أشد مما كانت من قبل بسبب غربة الدين وقلة المناصرين. الله المستعان. نعم. أحسن الله. وقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة، أي احذروا وخذوا الوقاية من فتنة تحدث، تحصل فتنة نكرة للتعظيم، تعظيم أنها فتنة عظيمة. وهذه الفتنة إذا حدثت، فإن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا منها، وإن تركوها وأهملوها ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من مقاومة هذه الفتنة، فإنها لا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل تعم عقوبتها الصالح والطالح. ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ولم تنكر عمت عقوبتها الصالح والطالح. وذلك لأن العاصي يجازى بمعصيته، والصالح يجازى في كونه لم ينكر ولم يقم بما أوجب الله عليه، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم. وقوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم
وذلك ما يحصل في الجو وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء من العذاب والصواعق والهلاك والرياح المدمرة والأعاصير المهلكة، هذا يأتي من فوق، نزله الله على العباد، أو من تحت أرجلكم، وذلك بأن يخسف الله بكم الأرض أو تحصل الزلازل المروعة المدمرة، أو ما يكون مخبوءا في الأرض من الأسلحة المدمرة التي تنفجر تهلك الحرث والنسل، هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويكون من تحت الأرجل، أو يلبسكم شيعا، وهذه أشد، هذه أشد، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد سلط بعض الناس على بعض وصاروا تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا وأقساما، فهذا فيه التحذير من التحزب والانقسام والحث على الاجتماع، اجتماع الكلمة وطاعة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، والتحذير من الشيع والأحزاب المتفرقة، لأن الله يسلط بعضها على بعض بالقتال حتى يهلك بعضهم بعضا، كما تعلمون الآن من الفتن بين الناس والحروب الطاحنة، لا لشيء إلا لأن الله سلط بعضهم على بعض بسبب كفرهم وبسبب ذنوبهم ومعاصيهم وبسبب اختلافهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فالاختلاف هو سبب القتال والتشيع، والشيع معناها الفرق والتفرق، فهذه أخطر من العذاب الذي ينزل من فوق أو ينفجر من تحت، الشيعة أشد والعياذ بالله، لأن فيها قضاء على الأمن والاستقرار، وفيها الخوف، ينتشر الخوف والرعب، فهي أشد على الناس، ولهذا استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعوذ بعزة الله وعظمته. نعم. عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا. عن ابن عمرو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه،
ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر كما ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فنزلوا تفرق الناس في أشغالهم، هذا يصلح خباءه وهذا ينتظل، يعني يصلح سلاحه وسهامه، وهذا في جشره يعني في شغله الخاص، بينما هم كذلك إذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، يحضروا الصلاة، الصلاة بالنصب منصوب على الإغراء، أيحضر الصلاة جامعة حال، احضروها اجتمعوا لها. اجتمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما سيكون من الفتن من أجل أن يستعدوا لها، وأخبر أن أول عافية هذه الأمة في أولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين الصحابة والقرون المفضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بعد القرون المفضلة تحدث الخلافات والفتن والشرور، وكلما تأخر الزمان ازدادت الفتن حتى يرقق أو حتى يرقق بعضها بعضا، يعني تكون كل فتنة أشد من التي قبلها، تكون التي قبلها بالنسبة لها خفيفة ورقيقة، وإذا جاءت الفتنة فإن المؤمن يجزم أنه سيهلك فيها، يقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة أشد منها فيقول هذه أي هذه مهلكتي من شدتها. ثم حث صلى الله عليه وسلم على اجتماع الكلمة وعلى طاعة ولي أمر المسلمين، لأن هذا مما يستعان به على درء الفتن، فالإمام يدرأ الله به كثيراً من الشرور، ويكون ستراً للرعية وحجاباً دونها، يدرأ الله به الفتن عن الرعية، والرعية تتعاون معه وتطيعه، ويكون للمسلمين دولة وظل يهابهم العدو، يهابهم الكافر ولا يطمع فيهم ما داموا مجتمعين تحت قيادة إمامهم. فإذا اختل هذا الأمر حصل على الأمة الشر، فإذا كانوا مجتمعين على إمام واحد وجاء آخر يريد أن يفرق جماعتهم وأن يشق عصى الطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لإزالة شره، فدل هذا على قتل دعاة الضلال ودعاة الفتنة الذين يأتون جماعة المسلمين وإمام المسلمين ويبثون الفتن والشرور التحريش وإثارة القلق بين الناس، ويأتون بالتكفير، يكفرون ولي الأمر، يكفرون المسلمين، ويريدون أن يحدثوا البلبلة
في مجتمع المسلمين هؤلاء يستحقون القتل لإزالة شرهم، لأنهم يعتدون على أمن المسلمين واستقرار المسلمين. نعم، أعيد الحديث. عن ابن عمرو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. هذا فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يهتمون بأمر الأمة، بأمر أممهم، فيدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، ومن ذلك تحذير من الفتن، وأعظمهم تحذيرا ونصيحة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه حذر أمته من الفتن كما حذرت الأمم السابقة، كما حذرت الأنبياء السابقة أممهم من الفتن، فهذا فيه التحذير من الفتن، وأنه شأن النبيين وأتباعهم إلى يوم القيامة. نعم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم من الفتن والشرور، ويدلهم على الخير، خير ما يعلمه لهم من الصلاح والاستقامة واجتماع الكلمة. نعم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. نعم. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. نعم، سيصيب آخر هذه الأمة بلاء، أي اختبار وامتحان، وأمور تنكرونها مخالفة لما كان عليه أول هذه الأمة. نعم. وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. نعم. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. نعم. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. ما يدل على أن الفتن تشتد والعياذ بالله، كل فتنة أشد من التي قبلها. نعم. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار نجا منها، وزحزح يدل على أن الأمر خطير، وأن الخروج من النار فيه مشقة وخوف، فيه خوف، لأن الأهوال يوم القيامة تشيب الرؤوس، كل يخاف، حتى الأنبياء يقولون: يا ربي سلم سلم، شدة الأخطار التي يلقاها الناس يوم القيامة من الوقوف في المحشر والميزان، وزن الأعمال، تطاير الصحف باليمين أو بالشمال، من الحساب، ومن المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يمر الناس كلهم على الصراط، المؤمنون والكفار والمنافقون. صراط، ما هو الصراط؟ صراط جسر على متن جهنم، جسر دقيق
أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، دقيق جدا. هذا الصراط يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. والنبيون على جنبتي الصراط يقولون: يا ربي سلم سلم. أهوال عظيمة، من زحزح عن النار نجا من هذه الأهوال وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نجا وسلم وربح وأفلح. وأما من لا يدخل الجنة فإنه خاسر وهالك والعياذ بالله، لأن ما فيه في الآخرة إلا داران، إما الجنة وإما النار، ما في غيره، ما فيه إلا إما أن تكون في الجنة أو تكون في النار، ليس هناك مكان ثالث أبدا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تغركم الدنيا وتشغلكم عن الآخرة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله، ما فيه نجاة إلا هذا، الإيمان بالله، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحصل إلا بمعرفة الإيمان ومعرفة الإسلام ومعرفة الدين، التمسك به، ثبات عليه. وهذا فيه فتن وشرور، قليل من يثبت على الدين بسبب الفتن. تأتيه منيته وهو يؤمن بالله ورسوله، وليحب أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعامل الناس مثل نفسه. فكما أنه يكره الشر يكره الشر للناس، كما أنه يكره الشر لنفسه يكره الشر للناس، فلا يحصل منه شر للناس. كيف تطلب من الناس أن يحسنوا إليك وأنت تسيء إليهم؟ عاملهم بما تحب أن يعاملوك به. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتخذ نفسك مقياسا، فعامل الناس مثل ما تعامل نفسك، وهذا هو النصح، هذا هو النصح والإخلاص. نعم. وأما الذي يكره، يريد الخير لنفسه ويريد الشر للناس، يعامل الناس بالشرور والفتن، فهذا لا يزحزح عن النار ولا يدخل الجنة. نعم، لأنه شرط شروطا للزحزحة من النار ودخول الجنة: الإيمان بالله ورسوله، وأن يموت على الإسلام. والموت على الإسلام، من يضمن أنه يموت على الإسلام ويسلم من الفتن وتصلح خاتمته؟ الخوف شديد من سوء الخاتمة، أن يختم للإنسان بشر فيكون من أهل النار. فليحذر، فليلازم يعني الموت على الإسلام وعلى الإيمان بالله ورسوله، له سبب، وهو أنك تلازم طاعة الله وطاعة رسوله، تؤدي ما فرض الله عليك، وتتجنب الفتن، تحذر منها وتحذر منها، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتدعو إلى الله. فإذا فعلت هذا يسر الله لك حسن الخاتمة. وأما إذا أسأت وضيعت وغفلت فحري أن يهجم عليك الموت وأنت على سوء الخاتمة. نعم.
قال وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وهذا من أسباب النجاة من الفتن، وهو لزوم بيعة إمام المسلمين. وليس البيعة معناها أن كل الناس بايعون، والرجال والنساء والأطفال كما هو يسمونها الانتخابات عند دول الكفر. البيعة تكون لأهل الحل والعقد من المسلمين. إذا بايع أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والقادة بايعوا ولي الأمر، فإن من عداهم يتابع لهم. هذه بيعة ولي أمر المسلمين. فإذا بايعه أهل الحل والعقد فأنت قد بايعته بواسطتهم، لأنهم ينوبون عنك، ينوبون عنك في ذلك. ولا تقل أنا ما بايعت، أنت بايعت بواسطة أهل الحل والعقد من المسلمين. فانصح لولي الأمر بالطاعة بغير المعصية، وبالدعاء له، وبمناصحته، وبأداء العمل الذي يكله إليك على الوجه المطلوب. هذا من النصح لولي الأمر، وهذا موجب البيعة الذي بايع عليه المسلمون ولي أمرهم. فمن نكث فإنما ينكث، فمن أوفى بما عاهد، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وإذا جاء أحد يشاق ولي الأمر فكن مع ولي الأمر في صد هذا العدوان وقتل هذا الفاتن. ولهذا قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال. والمبادرة معناها المسارعة وانتهاز الفرصة التي أعطاك الله، ولا تضيعها بالتباطؤ والتكاسل والخمول، فإنها تذهب ولا ترجع إليك. فبادر بالأعمال قبل أن تأتي فتن، ما دمت معافى، ما دمت في أمن واستقرار، في عافية، فبادر هذه الفرصة واشتغل بالأعمال الصالحة ولا تضيعها، فإنها إذا جاءت الفتن شغلتك، إذا جاءت الفتن والعياذ بالله شغلتك عن العمل. ولهذا قال بادروا بالأعمال فتنا مفعول، قبل حدوث هذه الفتن، لأن المؤمن ما دام في أمن واستقرار متمكن من العمل، فإذا حدثت الفتن انشغل. وقد يدخل في الفتن أيضا، قد ينشغل عن العمل، وقد يحصل أكثر من ذلك، وهو أنه يدخل في الفتن وتحوشه الفتن والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يبادر زمن الإمكان، وإذا جاءت الفتن فليعتزلها ويتمسك بدينه. وصفها صلى الله عليه وسلم لأنها شديدة كقطع الليل المظلم،
كقطع الليل المظلم لا يبصر الإنسان فيها الطريق الصحيح ويلتبس عليه الأمر، وهذا أشد الفتنة، إذا التبس الأمر على الإنسان ولا يدري ما هو الطريق الصحيح، لأن دعاة الضلال يلبسون على الناس ويجعلونهم كأنهم في ليل ويقلبون لهم الحق باطلا والباطل حقا. واليوم كما تعلمون الفتن ووسائل الفتن العصرية كيف يستعملها أهل الشرور، يحركونها من قريب ومن بعيد ليهلكوا بها المسلمين، فهي كقطع الليل المظلم ولا هي فتنة واحدة، فتن. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، ما قال فتنة، بل هي فتن كثيرة متتابعة وشديدة مظلمة كظلمة الليل، لا يستطيع الإنسان أن يسير على الطريق الصحيح فيها إلا من ثبته الله وصار عنده علم يعرف به الفتن. والفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، أما الناس فيغترون بها، أما إذا أدبرت عرفها كل الناس، إذا أدبرت الفتن كل عرفها، لكن في إقبالها أول ما تأتي لا يعرفها إلا العلماء، أما كثير من الناس فيغترون بها ويقبلونها. يصبح الرجل مؤمناً، مؤمناً بالله عز وجل ورسوله، ويمسي كافراً في يوم واحد، يرتد عن دينه، يصبح مؤمناً ويرتد عن دينه ويمسي كافراً والعياذ بالله، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يرتد عن دينه. السبب ما هو؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. الدنيا فتنة، وبعض الناس يعطى طمعاً، إما وظيفة وإما جائزة وإما هدية أو مال مغريات، فيبيع دينه، يبيع دينه، السلعة هي الدين، يدفعه لأهل الضلال ويأخذ منهم عرض زائل من أعراض الدنيا، يستبدل الأدنى بالذي هو خير، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا فيه التحذير من فتنة الدنيا، فيه التحذير من فتنة الدنيا. كثير من الناس يبيعون دينهم بالمناصب، بالهدايا، بالمغريات، بالرواتب، بالعطايا التي تمنحها الدول الكافرة أو دعاة الضلال، فيبيع دينه ويطيع الكفار وينخلع من الإسلام بسبب أنه أعطي طمعاً دنيوياً. نعم، فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج المراد به الاختلاف، الهرج المراد به الاختلاف، إذا حصل بين المسلمين، حصل بينهم اختلاف، سوء تفاهم ومنازعات، فإن كثيرا من الناس ينشغلون عن العبادة بهذا الهرج، ويدخل فيه القتل أيضا، سفك الدماء يدخل في الهرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العبادة في وقت الهرج، أي في وقت الفتنة، لأن أكثر الناس ينشغلون عن العبادة، فالذي يشتغل بالعبادة كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون فضل الهجرة، تعلمون فضل الهجرة، والهجرة في اللغة الترك، والرجز فهجر أي الأصنام
اتركها، اترك الأصنام. والتهاجر هو التقاطع بين الناس، فالهجر هو الترك. فالذي يأخذ العبادة في وقت الفتنة ولا تشغله الفتنة عن العبادة، هذا له أجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المهاجر ترك وطنه وخرج فارا بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في أول الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة يراد بها، الهجرة الشرعية يراد بها ترك الوطن، وطن الكفر إلى وطن الإيمان فرارا بالدين، ويراد بها مطلق الترك، ترك الشيء. فالذي يترك الفتنة ويبتعد عنها ويشتغل بالعبادة، هذا انتقل من الفتنة إلى العبادة، ففيه معنى الهجرة، انتقل، لأن الهجرة معناها الانتقال والترك، فهذا انتقل وترك الفتنة والخوض فيها واشتغل بعبادة الله عز وجل، فهو كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهجرة عامة معناها الترك، ترك الشيء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك، من ترك ما نهى الله عنه فهذا يعتبر مهاجرا، لأنه انتقل من ما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، فهو مهاجر. فهذا فيه، هذا الحديث فيه الترغيب بالانشغال بالعبادة وقت الفتن، لأن الفتن تشغل عن العبادة، إلا من الله عليه فترك الفتن وأقبل على عبادة الله، هذا فيه اعتزال الفتن، فيه اعتزال الفتن مهما أمكن الإنسان أن يعتزل منها. لكن ليس معنى هذا أنه لا يحذر منها ولا يبينها للناس، بل هو يتركها في نفسه أولا ثم يحذر الناس منها وينهاهم عنها، لأنه كما سبق يحب، ولأنه كما سبق يأتي إلى الناس ما يحب أن يأتي، أن يؤتى إليه، كما أنه يحب لنفسه الخير والنجاة من الفتن، كذلك يحب للناس النجاة من الفتن، فيحذرهم وينذرهم ويبين لهم ويشرح لهم هذه الفتن. وهذا من الجهاد في سبيل الله ومن إنكار المنكر. نعم. ولهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: بقي الوقت شيء؟ بقي الوقت كثير؟ بقي 20. ها؟ بقي على الأذان 20. يخل حديث حذيفة لأنه طويل، يحتاج إلى درس مستقل. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. علي نبه الإخوان يقفلوا من المايك. Yeah.
الماء حتى لا يحصل هناك تشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الكريم، هذا السائل يسأل: هل يدخل في الفتنة ما نسمعه في هذه الأيام بكثرة التسميات والفرق والأحزاب؟ وبماذا تنصحوننا؟ وهل هناك أصل لهذه التسميات ولهذه الفرق؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاجتماع والائتلاف والتمسك بكتاب الله سنة رسوله والسير على منهج السلف الصالح. حذرنا من الاختلاف أيًا كان هذا الاختلاف، أيًا كان هذا الاختلاف وبأي اسم سمي، فإنه اختلاف وفتنة وشر. فالواجب على المسلمين عموماً وعلى طلبة العلم خصوصاً أن يتمسكوا بما عليه أهل السنة والجماعة. وهذه البلاد ولله الحمد نشأت دولتها من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عهدنا هذا على اختلاف الدول الإسلامية في هذه البلاد، نشأوا على طريق واحد وهو طريق الكتاب والسنة والعقيدة السليمة واتباع منهج السلف. فأي واحد يريد أن يغيرنا عن هذا الاتجاه وأن يجلب إلينا دعوات وافدة أو مناهج محدثة فنحن نبرأ إلى الله منه، ونحن نتمسك بما نحن عليه. لسنا في شك، لسنا في شك مما نحن عليه حتى نتلفت يميناً وشمالاً للمذاهب الوافدة والأحزاب والجماعات والفرق. لسنا في شك من سلامة منهجنا وصحة ما نحن عليه. فإن كان هؤلاء يريدون الخير فلينضموا معنا ويدخلوا معنا فيما نحن فيه ويساعدونا ونساعدهم في ذلك. أما إن كانوا يريدون صرفنا عما نحن عليه إلى ما يريدونه هم فلا سمع ولا طاعة. نعم. هذا السائل يسأل يقول: ما هو التبرك المشروع وما هو التبرك الممنوع؟ تبرك المشروع بأسماء الله وصفاته، طلب البركة من الله، تبارك اسمك، تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، تبرك بأسماء الله وصفاته، هذا هو التبرك المشروع. وأما التبرك الممنوع فهو التبرك بالأحجار والأشجار وما شابهها مما يتمسح به الخرافيون طلبا للبركة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأصحابه لغزوة حنين معهم ناس حدثاء عهد بالإسلام أسلموا حديثا ولم يتعلموا، فمروا على قوم لهم شجرة يعلقون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط يتبركون بها، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة، عين لنا شجرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا تبركا بها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن
سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن أخرجاه؟ فالتبرك بالأشجار والأحجار هذا ممنوع، والبركة إنما تطلب من الله وباسم الله وبذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيخ الكريم، هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أو هل تجوز الصلاة في المسجد الذي به مقام للميت، علما بأنه بين المسجد، علما بأن ما بين المسجد والمقام مغلق؟ نعم، المقام وهو القبر المدفون إذا كان متصلا بالمسجد، إذا كان متصلا بالمسجد جداره بجدار المسجد، فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنها صلاة عند القبور. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، فلا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر مجاور له وملتصق به في أي جهة منه، لأن هذا مسجد مبني على القبر. أما إذا كان القبر بعيدا عن المسجد ومفصولا عن المسجد، إما بأرض فضاء أو بطريق واسع ولا اتصال له بالمسجد، فلا حرج بالصلاة في هذه المسجد، في هذا المسجد. نعم. نصيحتنا لكم ولإخواننا المسلمين أولاً التمسك بالحق. أنتم عرفتم الحق والحمد لله، تبصرتم بدراستكم في الجامعة الإسلامية فتمسكوا بما عرفتم من الحق، هذه ناحية. الناحية الثانية، يجب عليكم أن تبينوا للناس، أن تبينوا للناس هذا الخطأ الذي عندهم، تشرحوا لهم التوحيد والعقيدة السليمة، وليكن هذا برحمة وبملاطفة وبحكمة وموعظة حسنة، ولا يكن بقسوة أو بعنف. فعليكم أولاً أن تتمسكوا بما أنتم عليه وما عرفتموه من الحق، وثانياً عليكم أن تدعوا الناس إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. لا بأس بمتابعة البث المباشر في المسجد وفي غيره مما فيه فائدة ومصلحة، ما دام أنه في غير وقت الصلاة، غير إقامة الصلاة، والناس مجتمعون في المسجد ويستمعون إلى البث المباشر يصل إليهم الخير، هذا شيء طيب، وهذا من فضل الله وتيسيره لنشر الدعوة ونشر العلم في هذا الوقت، فهو نعمة من الله عز وجل. نعم. إن كان السكن للجامعة
تراجع المسؤولين عن سكن الجامعة تخبرهم بهذه الأمتعة. أما إن كان السكن خارج الجامعة، أنت استأجرت مسكن خارج الجامعة، فعليك أن تسأل المؤجر من هو الذي سكن بهذه الغرفة أو بهذه الشقة، من هم الذين سكنوا فيها قبلي، لأن ستكون أسماؤهم عنده، فتتصل عليهم وتخبرهم بهذه الأمتعة وتأخذ رأيهم فيها. نعم. يؤجل السعي إلى أن ينتهي المشروع. الآن المسعى فيه عمل قائم وفيه مشروع وفيه بناء، فينتظر حتى ينتهي المشروع. يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام، للصلاة فيه، الصلاة الواحدة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. يطوف بالكعبة، يكثر من الطواف لأن الطواف بالبيت عبادة، يعتكف في المسجد الحرام، يجلس فيه، هذه عبادات عظيمة. ويؤجل العمرة إلى أن تتاح الفرصة إن شاء الله. نعم. هذا تناقض، كيف يعرف ربه ودينه ونبيه بدون أنه يدرس كتاب التوحيد، كتب العقيدة؟ لا يمكن يعرف ربه حقيقة المعرفة وتمام المعرفة، يعرف التوحيد وأنواعه، يعرف الشرك وأنواعه، يعرف النفاق وأنواعه، يعرف الكفر وأنواعه، لا يمكن هذا إلا بدراسة العقيدة بتفاصيلها. وليس هذا بكثير، كتاب التوحيد وأبوابه مفصلة للتوحيد وليست بكثيرة، بل هي ميسرة ولله الحمد سهلة. وهذا الذي يهون من شأن التوحيد، هذا يهون بدعوة الأنبياء، لأن الأنبياء اهتموا بالتوحيد، وهذا يقول لا، التوحيد هين، يعني معناه أن الأنبياء غلطوا في اهتمامهم بالتوحيد، دعوتهم الناس إلى التوحيد قبل كل شيء. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويمكثون، يمكث الرسل يدعون أممهم السنين الطويلة إلى التوحيد وإلى العقيدة. لبث نوح عليه السلام 1,000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى التوحيد، ولبث نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة قبل الهجرة يدعو الناس إلى التوحيد ويبين لهم هذا. وهذا الشخص يقول لا أهمية لهذا، يكفي أن الإنسان مسلم. كيف يكون مسلم بدون أنه يعرف التوحيد وتفاصيله، ويعرف ما يضاد التوحيد وما يناقضه أو ينقصه من الأمور؟ نعم. هذا معناه أن نعيد المحاضرة كلها. هذا ما حضر، منه ما حضر ولا أنه ما يفهم. نحن بينا فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، وبينا شيء من الأدلة على ذلك فيما سبق، فليراجع التسجيل بارك الله فيه. نعم. الشيعة الفرقة، الشيعة في الأصل الفرقة، والتشيع في الأصل التفرق،
ثم صار يطلق على الذين يزعمون أنهم يحبون أهل البيت، شيعة أهل البيت بزعمهم. كلنا ولله الحمد شيعة لأهل البيت، بمعنى أننا نحبهم ونقتدي بهم ونعرف قدرهم. أما أننا نعبدهم من دون الله أو نغلو فيهم أو نقول إن الخلافة لهم وإن الصحابة غصبوهم وظلموهم وما أشبه ذلك من ترهات الشيعة، هذه أمور باطلة ومنكرة، وهذا تشيع محرم وممقوت. نعم. يا أخوان، أهل العلم ذكروا أن من أصول العقيدة الكف عما شجر بين الصحابة وطلب الاعتذار لهم، ترضي عنهم وعدم تنقص أو تخطئة أحد منهم. هذا من أصول العقيدة، أننا نكف عن الخوض والدخول فيما عافانا الله منه. لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ذلك قال: قد طهر الله أيدينا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من الكلام فيهم. وهذا كما في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه أمور جرت وانتهت، ولا فائدة لنا من الدخول فيها والبحث فيها. السلامة بالسكوت عنها والكف عنها، ومحبة أصحاب رسول الله واحترامهم وتوقيرهم والترضي عنهم والاقتداء بهم، هذا هو الواجب. نعم. قل له بعد الأذان. بعد الأذان. كل هذا قلنا لكم كفوا عنه ولا تدخلوا فيه، لا في قضية الصحابة ولا في قضية ابن الزبير ولا في قضية يزيد ولا في قضايا سبقت وانتهت. واسألوا الله العافية، واستغفروا لإخوانكم، اطلبوا لهم المغفرة، واقتدوا بهم في الخير، واتركوا الخوض في هذه الأمور. نعم. صلاة الجماعة واجبة على الرجال وجوبا عينيا، لا يسع مسلما يستطيع يسمع النداء، لا يسع مسلما يسمع النداء ويستطيع الحضور إلا ويجب عليه الحضور والصلاة مع الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه مشقة الطريق بينه وبين المسجد وأنه لا يجد قائدا يلائمه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال صلى الله عليه وسلم له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، قال رضي الله عنه: إن الله شرع
من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وجاء في الحديث أن من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال العلماء: حشر مع فرعون إن اشتغل بسياسته وملكه، حشر مع قارون إن اشتغل بوزارته، وحشر مع أبي بن خلف إن اشتغل بتجارته وبيعه وشرائه، حشر مع هامان إن اشتغل بالوزارة، وقارون إن اشتغل بماله، حشر مع قارون إن اشتغل بماله، وحشر مع أبي بن خلف إن اشتغل ببيعه وشرائه. والله جل وعلا قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، قال في محكم التنزيل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر عند سماع الأذان بالتوجه إلى المسجد، حضور الصلاة وترك البيع والشراء. فالذي يشتغل بالبيع والشراء ويترك الصلاة لا خير في مكسبه، وهو فاعل أمرا محرما وعاصٍ لله ورسوله. نعم. شكرا للإخوة في الرياض ومع الإخوان. نستأذن معاليكم أحسن الله إليكم في عرض أسئلة الحضور. هذا سائل يقول: من اعتزل الفتن هل يقع ضمن من لم ينكر المنكر وتقع عليه العقوبة؟ قلنا لابد من أمرين عند الفتن، لابد من أمرين: الأمر الأول اعتزاله للفتن وعدم دخوله فيها، الأمر الثاني أن يقوم بما يستطيع من إنكار الفتن وبيان والتحذير منها إن كان يستطيع هذا. أما إن كان لا يستطيع فليعتزلها بنفسه ويسلم هو بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثرت في الساحة الإعلامية فتاوى غريبة ومثيرة ترخص المحرم وتنشر للأقوال الشاذة، فما موقف المسلم منها وكيف يحترز لدينه؟ وهذا من الفتن، ظهور هذه الأقوال الشاذة وهذه الفتاوى الضالة والخوض، هذا من الفتن، هذا من الفتن، فتن الشبهات، هذا من فتن الشبهات، والذين يروجونها هؤلاء دعاة ضلال، عليكم بالحذر منهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نفعل في هذا الوقت الذي
عرفنا فيه الفتن في كل مكان وخاصة مع أبنائنا حيث أنت تربي وكل من حولك يهدم في المنزل والشارع والمدينة والأسواق والحضر والسفر. عليك بحفظ أولادك ما استطعت، ولا تدخل في بيتك شيئا من هذه الوسائل الفاتنة التي تنقل لهم الشر على هذه الشاشات أو الفضائيات أو الدشوش. طهر بيتك منها واحمي أولادك ونساءك منها، وإذا خرجوا وحصل عليهم شيء من الشبهات فعليك أن تنقضها وتبين ضلالها وتحذر أولادك من مخالطة الأشرار، وتلزمهم معك في المساجد وفي مجالس الذكر وفي عود، خلهم معك، احرص عليهم وجنبهم جلساء السوء وقرناء السوء. وهذا يحتاج إلى صبر وإلى تحمل، ولكن الأجر في هذا والخير في هذا خير كثير. نعم. أثابكم الله. لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة كشف النساء لوجوههن وخاصة في الأماكن العامة مما سبب فتنة الرجال وانتشرت في المدن ولا تزال تستمر. أرجو كلمة توجيهية لهؤلاء النساء ولأولياء أمورهن، وما موقفي تجاه هذا المنكر وكيف أقوم بإنكاره؟ الله جل وعلا أمر بالحجاب في آيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، من ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالجلباب هو الجلال الكبير الذي تجعله المرأة فوق ثيابها ليستر بقية بدنها، وتدني منه من طرفه على وجهها. سئل ابن عباس رضي الله عنه كما في رواية تلميذه عبيدة السلماني: ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ فأدنى رضي الله عنه طرف ثوبه فغطى به وجهه ليبين معنى يدنين عليهن من جلابيبهن. دل هذا على وجوب تغطية الوجه، لأن الله أمر بذلك وقال فلا يؤذين، فدل على أن الحجاب تسلم به المرأة من الأذى ومن تعرض الفساق لها، ففيه سلامة لها من أذى الفساق ومتابعتهم لها. أنتم لو تمر من عندكم امرأة متحجبة في كل جسمها لا تعرفونها ولا تنظرون إليها، لكن لما تمر امرأة سافرة فبعض الناس يتبعها بصرة وينشغل بها، وقد يؤذيها بعض السفهاء والفساق. فالحجاب فيه حماية للمرأة، في صيانة للمرأة ورحمة للمرأة، وقد أمر الله به نساء نبيه وهن أطهر نساء على وجه الأرض، وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كانت نساء النبي مأمورات بالحجاب لأجل طهارة القلوب لهن وطهارة قلوب الناس أيضا، فغيرهن من باب أولى، غيرهن من باب أولى يؤمرن بالحجاب لطلب هذه الطهارة للقلوب. فدل على أن ترك الحجاب فيه فساد للقلوب، وأن الحجاب فيه طهارة للقلوب. فمن هو الذي ينكر هذا إلا من انتكست بصيرته والعياذ بالله. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله وأن يعملن بما أمرهن الله به، وأن يتركن من يأمرهن أو يهون أمر الحجاب ولا يلتفتن إليه، لأنه عدو لهن. صديقهن وأخوهن هو الذي يأمرهن بالحجاب الناصح لهن، وأما الذي يأمرهن بترك الحجاب هذا عدو لهن ويريد لهن الضرر.
وإن تسمى باسم العلم أو باسم البحث فإنه عدو للنساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن من الكويت ونريد العمرة، ونحن الآن في الطائف وقد خرجنا بنية العمرة، فما هو العمل الآن؟ أنا أقول: اذهبوا إلى المسجد الحرام وصلوا فيه، وطوفوا بالبيت، واجلسوا في المسجد الحرام ما تمكنتم منه، والعمرة أجلوها إلى أن ينتهي مشروع المسعى إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التنازل عن القرض من بنك التسليف مقابل مبلغ من المال أو قطعة أرض؟ هذا لا يجوز، هذا مخالف للنظام. بنك التسليف له نظام فلا بد أن يلتزم به، فما خالف النظام الذي وضعه ولي الأمر فإنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر والمغرب؟ ورد لكنه أقول ليس بالقوي، حديث فيه مقال، فمن قالها فلا بأس، ومن تركها فلا بأس، الأمر واسع في هذا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: حملت، يقول أن أحد الإخوان قال له أن زوجته حملت في الشهر 8 وولدت طفلا ميتا، وسأل أحد طلبة العلم عن العقيقة فأفتاه بأنه ليس عليه عقيقة، وقد مر على هذا الحدث 1.5 سنة، فماذا عليه الآن؟ إذا كان تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح ثم مات في بطن أمه وخرج ميتا، فإنه تشرع فيه العقيقة. العقيقة سنة للحي والميت، فيتشرع له العقيقة لأنه نفخت فيه الروح ودخلته الحياة ثم مات بعد ذلك، مثل لو مات بعد ولادته. أليس لو مات بعد ولادته يعق له؟ كذلك إذا مات قبل ولادته. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي في العدة أن تشتري ملابس جديدة وأن تستعمل الطيبة والبخورة أم لا؟ لا يجوز لها وهي في عدة الوفاة أن تلبس الملابس الزينة، ولا يجوز لها أن تتطيب بأنواع الطيب، ولا يجوز لها أن تتزين بأنواع الزينة في جسمها كالخضاب والحنة وغير ذلك، أو في حليها أو في ملابسها، تتجنب أنواع الزينة. ولا يجوز لها الخروج من البيت إلا للحاجة، تكون في النهار لا في الليل، ترجع إلى بيتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أديت العمرة بتوفيق من الله، وبعد نهاية السعي لم أقصر شعري إلا في جدة، فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، لأن التقصير لا مكان له، يجوز أن تقصر في مكة، في جدة، في الطريق، لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لدي ولد فقير وعاطل عن العمل وعليه دين، هل يجوز إعطائه من الزكاة لقضاء دينه، علما بأنه يبلغ من العمر 34 سنة ولا يملك شيئا؟ نعم، في هذه الحالة يجوز، إذا كان عليه دين ولا يقدر على سداده وهو مطالب به، فإنك تعطيه من زكاتك، تعطي ولدك من زكاتك لتسديد دينه. نعم. أحسن الله إليكم. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة أعمالهم مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا؟ الحديث هذا والله أعلم بأنهم ظلموا الناس، عندهم مظالم للناس في أعراضهم، في دمائهم، في أموالهم، يؤخذ للمظلومين منها، ويقتص للمظلوم منها حتى تنفد، إذا نفدت ولم ينتهي ما عليه من المظالم يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه ويطرح في النار كما صح في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال.
يقول: تعلمون أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كان له كعتق 10 رقاب. الحديث يقول يقول السائل: أجتهد أحيانا وأقوم بتوزيعها بعد الصلوات على 20 مرة، فهل ذلك صحيح؟ نعم، ما هو لازم أنك تتابعها في مجلس واحد، فلو أنك عرض لك عارض وقمت ثم أكملتها في مكان آخر لا بأس بذلك. نعم، صلى الله عليكم وبارك فيكم، صلى الله على نبينا.